السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. بطبيعة الحال اليوم سأقوم بتقديم لكم نبذة عن اللاعب صوفيا الرحيمي، اللاعب ذو الجنسية المغربية، من لم يعرفه، لاعب يعني ذو موهبة كبيرة جدا وعنده ما يعطي كثيرا بزاف. وبطبيعة الحال هذا اللاعب يعني تعرف يعني أول مرة يعني في الفريق الرجاء البيضاوي يعني قدم مع أداء أكبر واستطاع أنه يظهر الموهبة دياله وحاز على إعجاب يعني من لا سوى في الدوري الأوروبي يعني منها الدوري الإيطالي وكذلك في جميع الدوريات. يعني هذا اللاعب هو عليه يعني العين دائما للسيليكسيونير، دائما كيتبعوا اللاعب. في هذا الفيديو غادي نقوم بتقديم يعني بعض المعلومات التي أنتم في تشويق لكي تعرفونها. أولا، صوفيا الرحيمي ولد في 23 مارس 1996، العمر حاليا 25 سنة، الطول يتراوح متر فاصلة 81، تبارك الله. مركز اللاعب يعني البوزيسيون اللي كيلعب فيه مهاجم أدروا، أو بعض المرات يعني على حسب المدرب هو وفين رشقات ليه، يعني في رشق ليه داك المخيخ ديالو، يعني يمكن انه يعني يحطو يعني اغوش ولا ادروا ولا يعني مهاجم وهمي. الجنسية بطبيعة الحال هو مغربية، يعني مغربي قح. النادي الحالي يعني اللي انتقل ليه يعني مؤخرا هو العين الاماراتي. رقم القميص يعني 11، يعني رقم القميص يعني هذا 11 كيكون كيتعطى للعابه اللي كيكونوا يعني في يعني الاغلب ديالهم كيكونوا كيلعبوا في الهجوم، مركز الهجوم. غنذكر لكم الانجازات اللي يعني المسيره اللي مر منها اللاعب صوفيا الرحيمي. اولا ظهر في الفريق نجم الشباب، يعني اول مره يعني بدا يعني كيمارس الكره، يعني بدا كيتظهر الموهبه ديالو اكثر، ومن بعدها يعني جابوا الفريق الرجاء وبدا كيلعب معهم يعني كادي جونيور، عادش طلع يعني اللاعبين الرسميين. هادشي بطبيعه الحال انتما كتعرفوه. بطبيعه الحال منذ 2017 حتى 2018 هو وكيلعب يعني منذ سنه وهو مع نجم الشباب. المسيره الاحترافيه قضاها يعني منذ يعني من سنتين، يعني من 2018 ل 2021 مع الرجاء الرياضي، الرجاء البيضاوي. يعني بطبيعه الحال يعني هذا الفريق العريق والفريق يعني معروف في البطوله الوطنيه الاحترافيه. ثم انتقل حديثا يعني بعد التتويج يعني مع الفريق الرجاء في كأس يعني الأندية لمحمد السادس، يعني الكأس يعني اللي حازوا عليه يعني بواحد الشرف، واحد يعني واحد يعني الاستحقاق. من بعدها انتقل إلى العين الإماراتي، يعني يعني بدا مع مشوار جديد وهو حاليا لعب مباراتين تقريبا مباراتين مع العين الاماراتي. غنذكر لكم حاليا الانجازات الوطنيه يعني مع المنتخب المغربي ديالو. فهو عينه المدرب اول مره جمال السلامي، يعني المدرب استدعى انه باش يجي ويلعب يعني مع اللاعبين، ويعني كانت عنده حظوظ كبيره صوفيا الرحيمي، قدر انه يقود المنتخب المحليين يعني بالتتويج سنة 2022 يعني بكأس الكونفدرالية، يعني الكأس الإفريقية الكاف، هذا إنجاز مهم. ثم في 2021 يعني أتيحت له فرصة ثانية يعني للعب مع الرسميين، ولكن يعني جات بعض القرارات من المدرب يعني واحد خالد وزيت، المدرب الذي لم نعرفه حتى الآن شخصيته، يعني يظهر بتصرفات غريبة جدا. فهو قدم بطبيعة الحال يعني أداء متوسط يعني صوفيا الرحيمي في المنتخب المغربي، ولكن يعني ما ساعفوش الحظ ويعني ظهر يعني بواحد مستوى جيد، والمغاربة يعني حيوا على هذا المستوى، ولكن المدرب عاوتاني خارج التغطية كما تعرفون، ولم يستدعي اللاعب لاستكمال المشوار. يعني اذا المهمة كتبقى المدرب. غنذكر لكم حاليا المشاهدين عدد الاهداف المسجلة في مسيرته مع الرجاء. سجل بطبيعة الحال 4 اهداف كأس الكونفدرالية الافريقية سنة 2018، يعني هذه كفكرة ومعلومة لكم.
بما في ذلك هدفين في المباراة النهائية ضد الفريق الإفريقي فيتا كلوب. يعني هذا الفريق بطبيعة الحال عنده واحد السمعة كبيرة وعنده إنجازات حتى هو في يعني بطبيعة الحال في إفريقيا، كي تعتبر من المنافسين على كأس إفريقيا وكأس الكونفدرالية. هذه كمعلومة ثانية. بطبيعة الحال هذا الماتش تلعب في ملعب الدار البيضاء، يعني بطبيعة الحال كانوا حضور جماهير، يعني بطبيعة الحال هذا الشيء شهدتوه، يعني شهدنا احنا كامل يعني المشجعين، وبطبيعة الحال شهدنا هذه المباراة. يعني كانت مباراة جد قوية، واستطاع ان فريق رجاء يهزم فريق فيتا كلوب. غنمر لكم حاليا المشاهدين الكرام الانجازات اللي حققها اللاعب سفيان الرحيمي. البطولة المغربية سنة 2020 يعني حازوا عليها مع الفريق الرجاء البيضاوي، ثم كذلك كأس الكونفدرالية بالضبط في سنة 2018 و2021، يعني جوج كؤوس حاز عليهم مع الفريق الرجاء البيضاوي. يعني هذا إنجاز مهم كثيرا جدا، وبطبيعة الحال يعني هذا ما جعله يعني أن يظهر وأن يكتسب شهرة كبيرة. كذلك بالنسبة لكأس السوبر الإفريقي، يعني حاز عليه مع الفريق الرجاء سنة 2019، بالإضافة يعني مؤخرا يعني حاز على كأس العرب يعني للأندية للأبطال 2022، يعني بقيادة يعني المدرب ما كانش كمل معاه المشوار مؤخرا، يعني المدرب جمال السلامي، ولكن جاء المدرب أشهابي فكمل المشوار. ولكن أنا كرأي شخصي ديالي وأن غتكونوا متفقين معي، وأن يعني جمال السلامي كان عنده دور كبير يعني جدا باش يعني وصل الرجاء لهذا المستوى. بطبيعة الحال غنمر عاود ثاني يعني الألقاب الفردية اللي حققها سفيان الرحيمي، وسمعوا معايا مزيان وخذوا المعلومات. فهو تعتبر من أفضل اللاعب في نهائي كأس الكونفدرالية بين السنتين 2018 و2021. من أهم المباريات اللي يعني هذه المباراة اللي تعرف فيها بأحسن لاعب يعني في الكأس الكونفدرالية، يعني لاكاف يعني قدمت لي الجائزة أنه أحسن لاعب، كانت المباراة قامت بين الرجاء وضد شبيبة القبائل. يعني شبيبة القبائل يعني فريق من يعني من الجزائر. وكذلك يعتبر من أفضل لاعب في البطولة في سنة 2020 و2021، إنجاز مهم. وكذلك صنف اللاعب الموسم في النادي الرجاء 2020، يعني تعرف من أحسن اللاعبين في البطولة الاحترافية الوطنية. البطولة بطبيعة الحال ماشي ديال الإنوي ولا ديال الاتصالات، البطولة ديال الشعب بطبيعة الحال، ديال المغاربة. احنا ما كناش جماهير كاع ما يكونوا هما ولا الإخوان. المهم المرة والتاني تعتبر كذلك من أفضل لاعب وهداف في بطولة أفريقيا للمحليين، يعني اللاعبين المحليين في المنتخب المغربي سنة 2020. كذلك من أفضل أسيست يعني صانع ألعاب يعني في البطولة سنة 2021. أوه بزاف يعني كاين إنجازات. المهم الإخوان بطبيعة الحال وضعت لكم الفيديو يعني على شكل يعني صوتي يعني باش نقرب لكم المعلومة أكثر باش تعرفوا يعني اللاعب سفيان الرحيمي. إحنا دابا كنشاهدوا المباريات ديالو ولكن ما كنعرفوش إنجازات، يعني كيفاش يعني المسيرة الكروية اللي مر منا. المهم الإخوان تلقى فيديو جديد مع حاجة جديدة. بطبيعة الحال يعني إن أعجبك الفيديو بطبيعة الحال متأكد أنا يعجبك الفيديو، فشاركوا في القناة اللي باقي ما شارك باش ينضم العائلة ديالنا، وبسلام عليكم.